السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان، والمقصود بالميزان ميزان الأعمال التي توزن يوم القيامة، أعمال العباد من خير أو شر. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. أروى الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. قال أهل العلم إن الحساب يكون قبل الميزان، لأن الحساب لتقرير أعمال العباد، أما الميزان فلإظهار مقادير هذه الأعمال ثم الجزاء عليها. أيها الإخوة الأفاضل، الذي ثبت في السنة أن الميزان له كفتان حسيتان مشاهدتان. فروى الإمام أحمد مسند من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى يستخلص رجلاً من أمة يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر عليه 99 سجلاً، كل سجل مد البصر، فيقول الله عز وجل: أتنكر من هذا شيئاً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: ألك عذر أو حسنة؟ فبهت الرجل. فيقول الله عز وجل: إن لك عندنا حسنة ولا ظلم عليك اليوم. ثم يؤتى ببطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فيقال: أحضروه. فيقول: يا رب، وما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات العظيمة؟ فيقال له: إنك لن تظلم شيئا. فوضعت البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل شيء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أصحاب الأهواء إن الأعمال أعراض وليست بأجسام، فكيف توزن؟ أي أن الصلاة والصيام والحج وغيرها هذه أعراض وليست بأجسام، فكيف توزن؟ أجاب أهل العلم عن ذلك وقالوا: إن الله تعالى على كل شيء قدير، وهو قادر على أن يحول هذه الأعراض إلى أجسام، كما حصل في الموت الذي هو عرض وليس بجسم، ومع ذلك يحول إلى صورة كبش فيذبح بين الجنة والنار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى يوم القيامة بالموت على صورة كبش أملح، والأملح الذي فيه بياض وسواد، فيوضع بين الجنة والنار ويقال: يا أهل الجنة، أتعرفون هذا؟ فيشرئبون ويقول: نعم، إنه الموت. ثم يقال: يا أهل النار، أتعرفون هذا؟ فيقول: نعم، إنه الموت. فيؤمر به فيذبح ويقال: يا أهل الجنة، خلود فلا موت،
وأهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فإن قال قائل: ما الفائدة من الميزان؟ والله جل وعلا عليم بكل شيء، يعلم أعمال العباد من خير أو شر. قال ابن أبي العز الحنفي: لو لم يكن من الحكمة في هذا الميزان إلا إظهار عدل الله تعالى يوم القيامة، فإنه لا أحد أحب إليه العذر من الله. ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين، فكيف وهناك حكم أخرى لا نعلمها؟ انتهى كلامه. وقال القرطبي رحمه الله: إن الحوض قبل الميزان. الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة يكون قبل الميزان، والميزان قبل الصراط، فإذا وزنت الأعمال بعد ذلك يمر المؤمنون على الصراط، هكذا ترتيب مشاهد يوم القيامة. أيها الإخوة الأفاضل، من آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم الميزان أنه ينبغي على المؤمن أن يسارع في الطاعات وأن يجتهد في فعل الخيرات، فإن من كثرت حسناته أفلح ونجح، ومن خفت موازينه فقد هلك. قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ثانياً، أن هناك أعمالاً عظيمة ثقيلة في الميزان، فكما تقدم في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم. وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الطهور شطر الإيمان. وروى كذلك الإمامان البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهد حتى تدفن فله قيراطان. قيل: يا نبي الله، ما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وروى مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليها في صلاة الصبح، ثم خرج من عندها وجاء إليها في وقت الضحى وهي تذكر الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على تلك الحالة منذ أن فارقتك؟ قالت: نعم يا نبي الله. قال: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله بحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثالثاً، قال بعض أهل العلم: إن العامل يوزن مع عمله. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنه ليؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، واقرأوا إن شئتم: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. روى الإمام أحمد مسنده من حديث ابن مسعود أنه كان يجتني سواكا من الأراك وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفوه، فضحك الصحابة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. رابعاً، من آثار الإيمان بهذا الحدث الغيبي العظيم الميزان، المحافظة على الحسنات مما يبطلها أو ينقصها.
فروى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا نبي الله، المفلس من لا درهم له ولا دينار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وروى ابن ماجة في سننه من حديث ثوبان مولى رسول الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن رجالا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، فيجعلها الله جل وعلا هباء منثورا. قال ثوبان: يا نبي الله، صفهم لنا، جلهم لنا، ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل مثل ما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. خامسا وأخيرا، بيان عدل الله جل وعلا، وأنه سبحانه يضع هذه الموازين العادلة التي يوزن بها مثاقيل الضر من الخير والشر. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. مثقال حبة من خردل من أصغر الأشياء ومن أحقرها، كما قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.